نبي من مرجانة خليل الحاج إبراهيم أمج هيلا بوكر بون يعني أمجو ما تيقون غطن أمغطن فترة كي تشالبير نشتن دمت عين عيسير نشتن عين عيس احترال التركي توب دابتن طيران راض كرن ملات برين دار دبو لم ملات دخستن شيد دكاتن كوشتن تشيد بو يامجي خطنا مخيم نشتن ام خيجي جي لوجناجي يعني اوجي او بي حولي ما بنيرن نوني ام لعب ذكر اي سونارند اوجي مول بطنا رند ترك مويتي انا عربيتي انا كورجيتي انا بس اللو ملت نيرندن يعني بين ما بين كردون وعربون وترك مونن تجكتت نيرندن هو تمام بارجي اللو دي سام بو هابون جيروني هابون جي جام هابون جي عربون جي ترك مون جي كرمون جي بوجي دي سوج نا افار كي جمخي بسام جيروني هاب ودي سوج الحمد لله مجي هابرند بيجي مربطي خوجي رندن اي ماجي رندن مربطي شيطان جيجي و رند شباب الله مها عبد ربه الملا مكونة تركماني ساكنة بحمام التركمان نازح مخيم تل السمن صرنا 4 سنين احنا مهجرين يعني والله كنا يعني بالحيل يعني ونحب بعضنا نساعد بعضنا يعني نساعد بعضنا يعني كثير كان يعني عيشتنا ووضعنا غير يعني غير اليوم يعني اليوم تهجرنا كلنا وبس أخرى يعني ظلينا نحب بعضنا وظلينا يعني رقم هالشي يعني والله من حلب من شرق راق من الرقام يعني من أي مكان وبي أكراد وبي عرب يعني مختلط يعني هي أكيد يعني صعبة يعني كونه بس إنه يعني إحنا يعني ضمن التقارب يعني النفسي ضمن يعني طيبة القلب يعني هالشغلات هاي تخلينا يعني نظل يعني ما نفرق بين إنه كردي أو عربي أو يعني كلنا يعني نعتبر يعني التهجير والاحتلال يعني ما غير شيء يعني من اي ما غير شيء انه يعني من طريقة تعاملنا مع بعضنا او انه نحب بعضنا او نساعد بعضنا يعني ما غير شيء. نحن هين صح خيم بس يعني بانين نسخة عن تل ابيض عن مناطقنا عن يعني طيبتنا عن كل شيء يعني واحنا نتمنى انه نرجع لبلدنا يعني ونرجع مثل اولي واحسن ان شاء الله. ان شاء الله راح ننقل الصوره اللي كنا عايشينها هنا بالمخيم يعني مع بعضنا من اي مكون ان كان كردي او عربي او تركماني او يعني من اي مكون ان شاء الله انه ننقل هالصوره ونرجع ان شاء الله على بلدنا على تل ابيض ونرجع مثل اولي وان شاء الله احسن.